اما نيجي نتكلم على الريليشنز بتاعت السبلين، الصوره دي جميله قوي، واضح فيها ادي السبلين اهو، ده الديافراجماتيك سيرفيس ودول الفيسرال سيرفيس. ادي الديافراجماتيك سيرفيس اللي هو سموث، اللي احنا شفناه في الصوره اللي فاتت كان سموث، هنا ريليتد تو ذا ديافراج اهو، اولا سموث وكونفكس ريليتد تو ذا ديافراج which separate it from the left lung وليفت بلورا، ادي الليفت لانج وادي الليفت بلورا، وتسعة وعشرة، ادي تسعة تسعة وعشرة وحداشر، يبقى ريليتد، يبقى ده فراجماتيك سيرفيس سموث كونفكس ريليتد تو ذا ديافراج which separate it from the left lung وليفت بلورا، تسعة وعشرة وحداشر ايه ريب. نيجي الفيسرال سيرفيس، بلاقي هنا طبعا عرفنا دي ميديال اند وده لاترال اند وده الانترميديت ريدج وده الابر بوردر وده هنا اللور بوردر، من الابر بوردر لحد الانترميديت ريدج في امبريشن الاستومك، وده بنسميه جاستريك امبريشن، يبقى ده هنا جاستريك امبريشن ريليتد تو ذا استومك. عشان كده طبعا السبلين احنا عارفين ان ده بيكون جزء من الانترو سوبيرو سيرفيس اوف ذا ستومك، يعني ان ريليشن تو ذا انترو سوبيرو سيرفيس اوف ذا ستومك، وفي نفس الوقت ان ريليشن بيكون جزء من الاستومك بيد. فمن اول الابر بوردر لحد الانترميديت ريدج ده جاستريك امبريشن، من اول انترميديت ريدج للور بوردر ده رينال امبريشن، وبعدين هنا في اللاترال انجل هنا ده الكوليك امبريشن اللي هي سبلينيك فليكشر بتاع الكولون، او اللي هو الاتصال ترانسفيرز كولون مع ديسندنج كولون، فهنا ده اسمه سبلينيك فليكشر. وبعدين عند في الهايلم او عند الهايلم بتاع السبلين في التيل اوف ذا بنكرياس، يبقى من اول ابر بوردر لحد الانترميديت ريدج في هنا جاستريك امبريشن ده للاستومك، وده امبريشن فور ذا ليفت كيدني، وده امبريشن فور ذا ليفت كوليك فليكشر، وهنا امبريشن فور ذا تيل اوف ذا بنكرياس، ده اللي هو الفيسرال سيرفيس، وده اسمه الديافراجماتيك ايه سيرفيس. هنا بنبتدي نشوف طبعا ده الهايلم بتاع السبلين، في داخل فيه السبلينيك فيسلز، سبلينيك ارتري وسبلينيك فين. سبلينيك ارتري ده برانش من السيلياك ترانك، والسبلينيك فين ده بيتحد مع السوبيرو ميزنتريك فين، والاثنين مع بعض بيعملوا البورتال فين. هنا السؤال البريتونيال كونكشنز اوف ذا سبلين، فاحنا نعرف ان السبلين كومبليتلي كفرد وذ بريتونيوم، وليه تو بريتونيال فولدز، بريتونيوم فولد من البريتونيوم بتربطه في الفندس بتاع الاستومك، ده اللي هو اسمها جاستروسبلينيك ليجامنت، يبقى دي اسمه جاستروسبلينيك ليجامنت، وده اللي فيها الشورت جاستريك فيسلز، بتعدي فيها الشورت جاستريك فيسلز. في فولد تانية من البريتونيوم بتوصل السبلين بالليفت كيدني، دي اللي احنا بندي لها الاسم بيسميها اللاينو رينال ليجامنت، يبقى ده جاسترو سبلينيك ليجامنت، وهنا لاينو رينال ليجامنت. واللاينو رينال ليجامنت دايما نسال ايه الكونتنتس بتاعتها، بيبقى فيها التيل اوف ذا بنكرياس والسبلينيك فيسكل، يبقى ده جاسترو سبلينيك ليجامنت، وهنا لاينو رينال ليجامنتس.